انتهت بالقرار الذي بث في ملتمس دفاع المتهم حول عرضه على خبرة صحية على اعتبار أنه تعرض للتجويع والتعذيب، وقررت المحكمة عدم قبول هذا الطلب لأنه ليس من خصاصه وإن اختصاص مؤسسة سجنية. ثم ترافعت كل أنا من الأستاذة شتاتو الأستاذة فاطمة الزهراء الشاوي وأنا شخصيا في الدعوة المدنية التابعة. يعني ماذا كان مضمون المرافعة ديالي؟ ارتكزت على مفهوم الهشاشة ومفهوم الاستضعاف، لأنه ماشي الضعف والاستضعاف، هو واحد فقير ما قادش يتحرك وما قادرش يتمشى بالضرورة، بل أكثر من ذلك بهذا الشيء بطبيعة الحال، بل أكثر من ذلك لأن الهشاشة اللي كتعاني منها النساء هي هشاشة اجتماعية منذ الولادة، كيدخلوا لها في دماغها انهم ناقصة عقل ودين، انها ما يمكن لهاش تاخذ الحقوق ديالها كامله، بان ما عندهاش الحق ديال التجول الجامعي وكل وقت واحد، وبالتالي من الاول كتكبر عندها واحد الاحساس بالدونيه تجاه الرجل، وهذا الاحساس بالدونيه هو اللي كيتم استغلاله من بعض التجار بالبشر او من بعض المستغلين للنساء جنسيا، كيستغلوا هذا الجانب النفسي اللي هي حاسه به بان عندها واحد الدونيه، بان ما قادرهاش تلقى عمل بسهوله، سورتو لا كان عندها واحد الحظ من الجمال او الى ذلك، وما يمكنش تدخل الخدمه وتخرج، تدخل الخدمه وتخرج، باش نقولوا لها انت خصك تحملي العفه ديال المجتمع باسره، راه غير لا يعقل. اذا هنا خصو يدخل المشرع ويدخل القانون ويدخل القضاء باش يرد الامور الى نصابها، وكل من سولت له نفسه ان يطلب عملا غير مشروعا ويدخل في اطار جريمه من طرف اي ضحيه، سواء كانت قبل سواء كانت ترفض، هو ما خصوش بعدا يقدم لوفر، باسكو هو اصلا في واحد الوضعيه مريحه، واحد الوضعيه ديال القوي، وضعيه ديال المشغل، وضعيه ديال رئيس المقاوله، الوضعيه ديال الرجل في مجتمع ذكوري ابوي، الوضعيه ديال الانسان عنده مال، عنده نفوذ، عنده علاقات سياسيه، يقول لاخر وسورتو في الصحافه في الدومين ديالكم اللي خرج من واحد لابواط راه صعيب باش يلقى خدمه في اونوتخ بواط، لانه كتبعوا توصيات وكتبعوا بزاف ديال الامور اللي صعيب باش يلقى العمل بسهوله. اذا حنا ما نجيوش نحملوا مراه اكثر مسؤوليتها ونقولوا ايوا خصها تقاوم باش ما عطى الله وتمشي، ما واخا حنا عندنا وحده من الضحايا كتخلص على الام ديالها دياليز، واخا هي ما كانش عندها شي حاجه كثيره، ولكن المهم هي محتاجه لذاك الصالير لانه لحبست على مها دياليز غتموت تما. حنا عندنا شي تغطيه اجتماعيه، هذا الموضوع هذا يفتح اوراش اخرى في المغرب، واش عندنا تغطيه صحيه، واش عندنا تغطيه اجتماعيه، واش كنوفروا للشوماج على الاقل النساء اللي هما معيلات اسر، اللي هما مطلقات، اللي هما ارامل، اللي هي مثلا ماشي بالضروره تكون هكا، تقدر تكون غير مراه فات فيها سن الزواج وما خدماتش وصلت واحد لاج ومحتاجه للمساعده. حنا كنديو ضرائب وكنتسالوا دوله توفير الامن وتوفير الحمايه، وهذا الشيء كيدخل في الامن البشري، وكيجيو بعض التجار بالبنادم، تجار بالاشخاص كيستغلوا هذا الوضع وهذه الهشاشه باش يرضيوا نزوات مريضه جنسيا ونفسانيا، ويجي يقول لك لا هي بغات ولا هي وافقات ولا يديرها مطيه باش يفلت من العقاب. ما خصوش يفلت من العقاب، خصو يتعاقب.